حاب بصيص ما تغسلي ماي ما تعجني لهذوك الشمايت اللي غا داخلين وخارجين يعايروا فيك. ما تزوجتي ما درتي كي سيادك لا والو، ضلي مقطعة صحتك في البيران وفي الريستورات وفي الديور، وفي التالي ما كبرت فيه حتى شي حاجة. ياكلوا السم ما تعجني مع الطاي، ضربي الدنيا بركل يوم ما كان لا سلام ولا هم يحسنون. تكلموا معايا الدريات ودرنا خدامين في تمارة ويعايروا خوت ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في سيزمتا، مين يجيو داخلين مساكن تمارة يضلوا يعايروا فيهم. انت بعدا راجل ولا انت بعدا امرأة اللي كتعايري اختك كتضرب عليك تامرة وتقولي لها شرفتي وكبرتي ودرتي؟ علاش شرفت؟ لان هي سمعت في حقها، فهمتي؟ سمعت في حقها ما بغات تزوج، تقدموا لها سيادك، سيادك تقدموا لها، ماشي هذا اللي باغي غير يلعبوا عليك. ولاد اليوم ولاد اليوم غير يلعبوا، غير ضرب وهرب، فهمتي؟ ضرب وهرب، ما كان لا زواج لا والو. وسيرت انا قلت لها حامله يقول لك ماشي ديالي، انا راني مثقف راسي كاينه ولا ما كايناش، لكن هذيك اختك ضربت عليك تامرة وسمعت في حقها وتقدموا لها سيادك هاك، وما بغات تزوج، بغات تخدم على باها وعلى ما وعلى خوتها وعلى خواتها. لكن تنوضي تقولي لها هابرتي وما تزوجتيش كي سيادك، وخاصك تصرفي عليا وتعطيني تشري لك السروال وتقريك وتوسطك للجامعه وكل شيء، وتنوضي لها بهذا المنطق الخانس. الله يمسخك. ومالكي ما تزوجتيش بعدا انت اللي راكي تقولي لها هابرتي، بعدا انت عندك قرايتك وعندك شهاده وكل شيء، نديرو هذيك ما قراوهاش الوالد، وانت اللي عندك شهادة علاش ما تزوجتيش؟ وعلى ما نطيش تخدمي على دراها؟ علاش ما نطيش تخدمي على دراها؟ وانت هي الشماتة اللي عطيها للكارو تما وكاتلها بالخنز ديك ريحة السبرديلة، وتنوض تقول لأمك شري لي الكارو، أمك جاية تعبانة متعمارة، جاية متعمارة من الديور وسمعوها الزين والشين، وأختك سمعوها الزين والشين، وبالتالي تقول تشري لك الكارو، تشري لك الشراب، وتخلص لك التليفون، وتخلص لك الويفي. يا بوركابي يا متقوس السليب، يا مراني مكشكش، لان دخلوا عندي بزاف ديال الدريات، لان وقع لي كيما وقع لهم. تا انا كنت سمحت في حقي وسمحت في راسي وضربت التمر على اللي سوا واللي ما يسواش. فالتالي من جبتو هنايا قالوا لي حسبتنا جاي جبتنا نخدموا عليك، اقسم عليه راه حرام عليا ما حرام عليا بنتي اللي قالوا عليها. قالوا لي واش حسبتنا جبتنا نخدموا؟ قلت له غير تزوجوا بعدا الناس اللي مزيانين. قلت لي واش جبتنا نخدموا عليه؟ ياك حمادي ياك حميد انا ما خدمتش عليا حتى في المغرب وتخدموا عليا في اوروبا، شكون اللي خدم عليكم وكبركم؟ باش تعرفي الموروك حل الراس، اه فهمتي؟ ولكن بقى خاطري اللي الدريات يجيو كاملين تمارة وسمحوا في حياتهم ووصلوا 40 ووصلوا 50 سنة يخدموا على ماتو على خوتو وماتو وباتو ضرب دفعوا له الهضرة، وتقول لي هزي حوايجك وسيري. أو الله مرت خوها تاني كي مرت خوها تاهي يا زايدة. لكن شكون اللي راه تصرف عليك؟ راجلك كيخدم؟ ما كيخدمش، عطيها غير الجوانات والشرب وغير يخرج من عندك، راه مع لالك تاني كي حسبت راه معاك. الرجالة كلشي يديروا الخيانة الزوجية، كلشي يديروا الخيانة الزوجية، واخا أنا راجل لأن أنا كلشي عارفة وراني في سر المهنة وفي المهنة. غيت ولدي معاه الأول يقول لك وساعت، ولا وساعت أمك بعدا، يقول لك وساعت، يبقى يفسد حاشاك، يبقى يكفت، يبقى يشوف الإباحية، يبقى يشوف هادي خارج مع هادي داخل مع هادي، كاينة ولا ما كايناش؟ ها هما الرجال ينوضوا يهضروا يقول لك ما كاينش هادشي. وحاجه كلمه غير انت تهضري ويقول لك خرجي ا، ما نبغيش نقولها حشومه، خرجي ا والله ضربك وانت ضربه تماره. هما هنا عندنا في فرنسا مبركين، في اسبانيا مبركين، المرا تضل في الموقع تضل في المطاعم، تعرفي هذاك الريستورات عاملين بالجيفه، الحلوف هذاك اللحم كيديروه في الثلاجات مثلجه، والفريكويات هذوك الكبار دوك المربعين اللي يحطوا في الارض كيديروا داك اللحم تاع الدجاج وتاع الحلوف وتاع البقر وتاع الميز وكيزيد كيديروهم تلس، خاصو يجبدو يخرجو شويه يضرب فيه الشمس، تعرف كيضرب فيه الشمس ريحه خانزه. انا مشيت عند الدريه تخدمه في الريستورات، الخنس الخنس تعرفي داري له واحد التقبه من يصيفطوا له كوماندا، يعني الكيزم تاع الورقه تاع الطلب تاع الناس تعرفي، والعرق الخنس زيت الزيتون تعرفي كلشي موسخ، سرق الزيت تعرفي، والخنز ويعاركو هذوك العيالات من الفوق والتحت هكا، وشحال من وحده حاشاك
لخنت في هذاك الريستورانت بالجهه، وتنوض في التالي كيجي امك تقول ليها ما درتي لي والو، كل شيء ما فيك فايده، وكان كنتي فايده وكان قعدتي مع باك. باك كان الراجل كان هو بعد ثاني كيبقى هو اللي خدم عليها، لانه هو الاول ادفعها ودار المستقبل منها، وكان يشري ودار بلانو، كان يشري ودار المستقبل وكل شيء، وهي تخدم وفلوسها يجمعها ويديها منها، هي تخلص لها الكرة، تخلص لها الضو، تخلص لها الماء، وجمع ودار الدار ودار الحانوت ودار الكاميو باش يمشي ويجي، وفي التالي طلقها. وتنوض تعاير، ها نتايا شكون اللي كبر لك ركابيك؟ كبرتو لك هذيك المرأة اللي راه هنا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا لالمان ولا هولندا ولا كسميتها. وفي التالي تقول لك كان كنت فيك الفايدة وكان قعدتي مع با، لأن باك ماشي راجل وانتايا ماشي راجل، لانه بعد انت خدام ما خدامش، لان بعد هي تتكرفصت عليك وقراتك ووصلتك الجامعه ووصلتك فين بغيتي، فهمتي؟ ولكن درك خاصك انت تقلب الخدمه، ماشي هي غادي تقلب لك الخدمه. بغيتها تمشي للكباريات ولا تمشي للوكالات؟ ها بغيتها تمشي للكباريات؟ هذيك المراه، هذيك المراه بكري هما كانوا من يبغيو يديروا يخدموا ويضربوا تماره، وكل ما تشيط عليها حاجه تشري بياسه، تشري توب ولا تشري تريكو تجمعهم، كل ما يشيط عليها باش مين تجي مروحة للمغرب توقيت الفاكونس، باش كل العائلة ديالها تعطيه حاجة حاجة، واخا في قلبها الهم مغبونة مظلومة وهزة هدوك تعطيه الخالة والعمة وكلش، ماشي بحال بنات اليوم. بنات اليوم دايرة الراجل انت مزوج بها وهي عندها الصحن، شفت؟ ما نخلطش وما نعم، عندها الصحن. واليوم كيبينوه كتقول لك عندي الفيلا وعندي الدار وعندي الطوموبيل وعندي هادي. بنات اليوم تاع اليوم، خلينا بنات بكري مساكين كانوا ضاربين غير تماره، كانوا ضاربين غير تماره ما يبين حتى شي حاجه. الا شط عليها 5 أورو تشريها بياسه، تشريها تكشيطه ولا تشريها ولا تشريها قندوره ولا تشريها سروال، وتجمع تجمع حتى تجمع واحد الصاك مسكينه، ومن تروح المغرب ديك 4 سنين ولا باش تفرح العائله، واخا مهمومه ومهلوكه. الله يعطيكم الدل، لا تخدموا على خواتاتك وعلى خواتاتك، يعطيكم الدل. وتنوض تقول ليها بورتي وكيسميت انت بعدا الباير، كون كنت داير بعدا انت راك باير، لان هي راه تخلصك الكارو وكلش. عندك ساروت الباب نتاع الدار اللي ديما كنحلو به، هذا فك سحر الثقافي ديال الدريات اللي يكونوا ما مزوجينش، وفي تالي كاين كينحي العين والتابعه والسحر وكلش. عندنا حنايا الساروت هذا نتاع الدار اللي ديما نحلو به الباب البران، هذا عندنا فيه الدواء، هذا يحلك الحل في يدك، ما تمشي لا تشوفات ولا مشوفين، راه خص حرام نصاري. هذا غادي نجيبوه، غادي نجيبو اوراق السيدر، غادي نجيبو الزعتر، غادي نجيبو سرغينه. هنايا انا داير لوبان تاكر مع علقه كبيره، ومع علقه كبيره ديال حبه العشق ديما نبخر بيه، وثاني كينحيو العين. هادو الا عندكم خلطين خلطين، ما عندكمش الخلطه. وهنا سرغينه، هنا عندنا الكبريته، الكبريته كتندار في القبور كدير كلشي، لان هي كتحيد كيفنت. هنا عندنا الكبريته وعندنا الساروت، غادي نجيبو واحد المجمر، نجيبو الفخر الزين الكريش باش ما يدير لا دخان لا والو، ما يعملكش حب وما تقدرش تفرجي فيا، ما نبغيش دير النظاريات لان عادي تزيد تقل عليك. وثاني كي من ديري الفخر والمجمر زين يفقس هذاك، وعاد ديال الله وحلي السرجم وديري عطي لمو ديك الموسيقى مزين، انت كتموت عليها فهمتي. نديرو شوي شوي من هذا ونديرو الساروت وتبخري بها مور العصر، ديري جلابه كيما جابتك امك، فهمتي؟ كاع الدريات مساكين اللي عنده هذا الشيء، وكاين تاني كاين دراري مساكين اللي خدموا على خواتاتهم وكيسميتها بحالي بحالي، خدمت على دوك العودات دوك المسمومات وفي التالي كلموها فيا، فهمتي؟ تاني كاين رجال اللي ما عنده زهر وكيسميتها، فهمتي؟ تاني كاين مساكين مازال يضربوا تمارا دوك بقاو لا زواج لا حتى شي حاجه، هذا يسلك، وهذا ترجعيه وتبقاي تحلي به الباب نتاع الدار ديالك كيما واخا يكون كحل. مرة أخرى تانيك تعاودي به كل سيمانه ولا كل 15 يوم تعاودي بنفس الساروت، كيدير لك هاد الساروت تاني كي كاع يتهرس ولا تعاودي، لأن ديما حنايا الباب البراني كيكونو عندنا 3 ديال السوارت مفرقينه ولا ولا كل عائلة يكون عندو كيسميت، هذا اللي كتحلي به كل ما تحلي به. تالا كان عندك نتاع المحل نتاع التجارة تانيك عندك التجارة ناعسة، ديري نتاع التجارة تانيك تبخري به الحانوت ولا الحلاقة ولا كيسميت. كان بغي يكون موت عليكم وهاد الدفوس يخرها زوينه، وبغيتكم ديروها من السيمانه للسيمانه. غادي نعاود لكم، عندنا الزعتر، الزعتر راه زوين، اوراق السدر، عندنا سرغينه، اللي ما عندها سرغينه بنات اوروبا مساكين كيتمحنوا ما ديرها، لوبان ذكر وحبه العاشق. وهنايا عندنا الكبريته،
ما ديروش كاع حاضر، انا وريتك على الكبريته اللي عندها اوراق الحنه. انا راها ما عنديش هنا، لا راني ديتها للدار ليه. اللي عندها اوراق الحنه ديره، لان زوينين اوراق الحنه في الجسم تاعها. هذه كتنحي العين التابعه، الحسد، العين المغذيه، تعطي الزواج، تعطي العمل، التيسير، الرزق يدخل ثاني كي للدار زوينه، لان الساروت ديالنا ديال الباب ديالنا نحلو به، وكل مره نبخرو به زوين، نبخرو الاولاد كل البنات كل كلش. ولكن بقى خاطري هادو اللي عايرو خواتاتو وقالو لها البايره تهزو سيكان كوزيرو، وما فيكو فايده، وكان زوجتك الى نيتك كتحرت عليك ابو ركابي انتقو بالسليب، كتضرب عليك تماره. وهداك خوك تاني قال لك تعايره تقول لها شرفتو ودرتو بسميت، تانا قال لها شرفتو ما فيكش، وسجلو ولقيت تسجيلات، تسجيلات يهضرو فيا. نهار اللي عرضتو العرس ديالي فاش حشاتها لي هاديك بنت بلجيكا، بنت النمريس، نصيفطها لها هنا بنت النمريس في مدار ديميدي، فاش حشاتها لي ضحكو عليا وقلت ليه يلا تعودوا ديروا معايا العرس، حتى شي واحد ما بغى يهون، وانا جبتها ب40 مليون باش ما يموتوش في البحر. كان بغى يكون موت عليك، ولكن بقى خاطري ما قلت لا سلام لا حتى شي حاجه، بقى خاطري دخل عندي دريات ودراري تانيك. السلام عليكم، وراني زعفان على